هذا الرجل مهرب تم القبض عليه بميناء فوتيان بالصين، لكنه لم يكن يهرب مخدرات أو ذهباً، بل شيء أغرب من ذلك بكثير، فقد حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان وضعهم بسرواله الداخلي، فكيف انتهى به هذا الأمر؟ في 8 يوليو الحالي أوقفت الجمارك الصينية رجلاً حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسي للصين عن طريق حشرها في سرواله بحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وعند تفتيش موظفي الجمارك لهذا المسافر الذي كان يحاول الدخول من هونغ كونغ إلى مدينة شانشن الحدودية، اكتشفوا أن جيوب السروال الذي كان يرتديه هذا الرجل معبأة ب6 أكياس من القماش ومغلقة بشريط لاصق، وبمجرد فتح هذه الأكياس تبين أنها تحتوي على 104 ثعابين حية بأشكال وألوان مختلفة، إذ احتوى سروال الراكب على أفاع مختلفة من نوع ثعابين الحليب وثعابين الذرة وثعبان فأر تكساس وثعبان الثيران والكثير منها من الأنواع غير المحلية. ووقع الرجل تحت طائلة القانون لأن قوانين الأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض في البلاد تحظر على الناس جلب الأنواع غير المحلية من دون إذن. أما عن مصير هذا المهرب فلم تذكر الجمارك ما إذا كان الرجل قد اعتقل أم لا. وزادت مؤخراً هذه العمليات في الصين التي تعتبر من أكبر مراكز تهريب الحيوانات في العالم، ففي يونيو الماضي ألقي القبض على رجل آخر يحاول تهريب أكثر من 450 سلحفاة من الأنواع المهددة بالانقراض من ماكاو إلى بر الصين الرئيسي. فهل نرى عمليات تهريب أغرب من ذلك مستقبلاً؟